نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية، وشدد المركز على استمرار العمل بقائمة السلع الحالية دون تغيير، مع انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حذف أي سلعة. أعلنت وزارة الإسكان تغيير شرط حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنه طبقا لذلك يصل الحد الأدنى الجديد لصافي الدخل الشهري للمواطنين منخفضي الدخل إلى 3500 جنيه و 12000 جنيه لمتوسط الدخل. افتتح وزير البترول كريم بدوي فعاليات مؤتمر حوض البحر المتوسط بالإسكندرية، يهدف المؤتمر إلى زيادة فرص التعاون بين الدول والمستثمرين في حوض البحر المتوسط وإقامة شراكات استراتيجية جديدة، فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير صناعة الطاقة. بحضور وزير الطاقة القبرصي وعدد من قيادات ومسؤولي منظمات البترول والطاقة بحوض البحر المتوسط وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول والطاقة المصرية والعالمية، افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمر حوض البحر المتوسط الذي جاء لزيادة فرص التعاون بين الدول والمستثمرين في حوض البحر الأبيض المتوسط وإقامة شراكات استراتيجية جديدة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير صناعة الطاقة. أهمية المؤتمر ده أنه هو بيعزز كذا نقطة. النقطة الأولانية أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة. النقطة الثانية إزاي الاستفادة بالكفاءات والكوادر اللي هي البشرية اللي موجودة في مصر كمركز إقليمي وكخبرات في الطاقة وبالنسبة للاستكشاف والإنتاج الغاز في المنطقة، وإزاي إن احنا ندعم العلاقات بين دور المنطقة جميعا للاستفادة بتسهيلات مصر لتصدير الغاز وتسهيلات مصر لاستقبال الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي للمواطنين المصريين ولدعم صناعة البترول والغاز في مصر والمنطقة. وزير الطاقة القبرصي أشار إلى أن قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر. قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر، وأثمن دور مصر كشريك ودولة جوار مهمة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم سويا جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية، ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى. إن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي، فمصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة. وعلى هامش المؤتمر تم توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع شركات عالمية لتعزيز التعاون البترولي.